صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بلبنان والعالم. رح نبدأ فقرتنا الروحية بقراءة إنجيل اليوم مع الخوري روجيه يزبك، كاهن بأبرشية البترون المارونية وأستاذ بمدرسة الجمهور للأباء اليسوعيين. باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أقرأ من إنجيل لوقا. ولما ابتدأ يسوع كان في نحو 30 من عمره، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن عالي بن متات بن لاوي بن ملكي بن يناي بن يوسف بن متية بن عموس بن نحوم بن حسلي بن نجاي بن محاث بن متية بن شمعي بن يوسخ بن يهودا بن يوحنان بن ريسا بن زروبابل بن شألتائيل بن نيري بن ملكي بن أدي بن قسام بن المدام بن عير بن يوسي بن أليعازر بن يوريم بن متاتة بن لاوي بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن يونام بن الياقيم بن ميليا بن مينا بن متاتة بن ناتان بن داود بن يسى بن عبيد بن بوعز بن شالح بن نحشون بن عمينداب بن أدمين بن عرفي بن حصرون بن فارس بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن نحور بن صاروخ بن راغو بن فالك بن عابر بن شالح بن فنان بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامخ بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله. كلام الرب. الشكر للرب. بالأول نحن وعم نسمع هيدا النص يمكن منلاقي في صعوبة كتير كبيرة، لبل يمكن نحس حالنا بمكان منا معودين عليه. لشو كل هالأسامي؟ يمكن منحس إنه هيدا النص ما بيشبهنا، هيدا النص يمكن يبين كأنه حتى غريب عنا، ولكن طبعا بالإنجيل كله له معنى وكله له مغزى وكله بيودي بالآخر ليسوع المسيح. كرمال نفهم إنجيل لوقا وهيدا النص بالتحديد، بدي أتخيل حالي أنا بقلب ضيعة عم بعرف عن حالي فيها. أنا شخص غريب جاي لعند عالم ما بيعرفوني، ما بعرفهم، منن سامعين عني ابدا. اول سؤال على طريقتنا اللبنانيه بيقولون لنا انت ابن مين؟ هذا السؤال منه بريء كرمال يعرفوا انا من وين جاي. طبعا بده الواحد يعرف عن حاله، بيقول انا ابن مثلا فلان الفلاني فلاني. دغري العالم تاخد فكره وبتعرف انه هيدا الشخص عنده اصل، عنده سلالة، ساعتها بيرتاحوا. أو بالعكس إذا عرفوا أنه أهلنا يمكن منه منيح يمكن ياخدوا فكرة عاطلة أو فكرة إيجابية. مشان هيك هيدا النص عم بيعرفنا عن يسوع المسيح. بالتقليد اليهودي كتير مهم نعرف سلالة الشخص لنعرف إذا هيدا الشخص جاي من سلالة داود، لأنه حسب العهد القديم من داود من نسل داود سيأتي يسوع المسيح، أي سيأتي المخلص. مش أول مرة بالإنجيل، منلاحظ كمان بإنجيل متى، ببلش إنجيله متى بيحكينا عن السلالة، وهون كمان إنجيل لوقا عم بيعرف عن يسوع المسيح بأسامي موجودة ومذكورة بالعهد القديم. ولكن شو المميز؟ هيدي لأول مرة مش المسيح عم بيعرف عن حاله، الله هو عم بيعرف عن ابنه. لحتقولوا لي كيف؟ بكل بساطة
لأنه بآخر هيدا النص عم بيقول الكتاب المقدس هذا الشخص يلي هو يسوع المسيح هو ابن الله. بالبداية نتذكر كلنا نص البشارة، بشارة مريم، مش المسيح يلي بيعرف عن حاله. مريم تضطرب، تعمل مسيرة مع الرب، ولكن بتقول كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. نفس التعبير يلي عم نلاقيه بهيدا النص يلي هو نص لوقا. والمفاجأة أيضا بنهاية لوقا، أي لوقا 23، وقت المسيح كان على الصليب، كان آخر أيام حياته على الأرض، بيقول هذه الجملة: ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه، أي يا أبي، بين يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فإذن النص شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا أنه يسوع المسيح هو ابن الله، هو المخلص بالمسيح، ومن خلاله الله تكلم كل شيء. إذن يسوع المسيح هو كلمة الله، هو بداية رسالة المسيح، تعني بداية تحقيق مشروع الله الخلاصي الذي بدأ منذ التكوين، أي منذ العهد القديم، ليكتمل مع المسيح إلها وربا ومخلصا. آمين. مشاهدينا بريك صغير ومنرجع منتابع التأمل والإنجيل. لكم مشاهدينا تنتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم. أبونا أهلا وسهلا فيك. مرسي لك. أبونا بالبداية نذكر بالإنجيل بداية رسالة يسوع، كيف كانت هذه الرسالة وكيف بدأ؟ كتير مهم نفهم الإنجيل، لأنه بشكل أساسي ما كتير بيحكينا عن طفولة المسيح. بيحكينا مثلا عن بشارة مريم العذراء، بيحكينا عن يسوع في الهيكل بعمر 12 سنة، بس غير هيك كأناجيل ما بيحكوا كتير عن المسيح. هلأ في عنا الأناجيل المنحولة،
بس هيدي منا أناجيل بسميها الكانونيك. ليه؟ لأنه بدها تكون مرتبطة بالرسل، يعني الرسل هن يلي نصوا هيدي الأناجيل. نعم. ببلش الأناجيل تحكي عن يسوع المسيح بطريقة واضحة، هي بس بلش المسيح رسالته. هلأ كيف بلش المسيح رسالته؟ عمل شغلتين كتير مهمين يلي هن العماد والصوم طبعا بالبرية. نعم. العماد كتير مهم، هون يبلش بهذا النص بيقول كان عمره 30، يعني كان بداية مشواره لتحقيق مشروع الله الخلاص. أكيد هذا المشروع ما بلش بهالفترة، بلش بالعهد القديم، بس هلأ أكيد عم بيكتمل من خلال تجسد الرب يسوع المسيح. نعم. وقت بلش المسيح بلش بنسميه نحن عيد الدنح أو العماد أو بالفرنساوي الإبيفاني. شو معنى كلمة دنح بالسرياني أو دنحه؟ معناتها الظهور، يعني لأول مرة الله بيظهر كسلوس. عنا الآب هذا هو ابني الحبيب. الحمية ترمز إلى الثالوث، إلى الروح القدس، وعنا المسيح يلي عم بيعتمد بنهر الأردن. فإذا شو عنا؟ لوحة ترمز إلى الثالوث الأقدس. لأول مرة عم ببلش الله بطريقة واضحة، بطريقة علنية عم ببلش الرسالة. في عنا أيضا أمر كتير مهم يلي هو التجارب. كيف الشيطان، تعرفوا المسيح ما جرب وقتا كان بصحة، عم نحكي أكيد من الناحية الإنسانية طبعا، أي متى بلش الشيطان يجرب المسيح؟ وقتا تعب، وهيك بعد فترة من الصوم جسديا صار مرهق متعب، هون بيدخل الشيطان بضعفه. شو بيقول له؟ بيقول له إذا كنت أنت ابن الله، نربطها بإنجيلي لوقا. صح. في الآخر بيوصل أنت ابن الله، وتعم بيعرف عن حاله مثل ما نحن قلنا بالتأمل. فإذا المشكلة عند الشيطان مش مع الشخص الخاطئ أو مع الشخص يلي عم بعيش الخطية، المشكلة مع الشخص المؤمن، لأنه نعم. الشخص المؤمن بيكون عم بفجر أعمال الشيطان، عم بيمحي الشيطان. مشان هيك الشيطان بيحارب مع يسوع المسيح، ولكن هذه الحرب المسيح انتصر عليها لأنه انتصر على الموت. ببداية مشروع الله الخلاصة، ببداية الرسالة، شو بيعمل الشيطان؟ بيجرب الله بهاي الناحية اللي هو مفتاح نجاح يسوع المسيح، هو ابن الله. يعني الله أرسل الابن ليخلص كل إنسان، مش بس ليخلص المسيحي، أكيد ليخلص كل إنسان. شو بيقول له المسيح؟ بيقول له أكيد لا تجرب الرب إلهك. هذا أول فعل انتصار على الشيطان. أكيد هيدي الجملة أخذها المسيح من وين؟ من الكتاب المقدس. وكأنه المسيح عم بيقلنا ببداية مشروع الله الخلاصة، ببداية رسالته، عم بيقلنا إذا أنت بدك تربح الشيطان بتربحه من خلال شو؟ كلمة الله. نعم. هيدي الكلمة اللي قادرة تدمر الشيطان. هيدي هي البداية، بداية الرسالة. ومن بعدها أكيد بلش المسيح يجمع الرسل ليبلش يعمل عجائب، ويبلش أكيد تخلص رسالته بالموت والقيامة. نعم. أبونا، تحدث القديس لوقا بإنجيل اليوم عن سلالة للسيد المسيح، ولكن يمكن بتختلف شوي عن التاريخ العائلي اللي مذكور بإنجيل متى. شو الفرق بين الاثنين، وشو فينا نحكي عن الخلاص يلي جاي يقوم فيه السيد المسيح واللي مرتبط بخلاص الإنسان؟ كتير مهم نفهم نحن النصوص بالكتاب المقدس. نعم. مثلاً لناخد خلق الإنسان. وقت الله خلق الإنسان، في عنا بقلب سفر التكوين روايتين. رواية أنه الله خلقه بنهار السادس. ليه؟ لأنه في تعليم من وراء هالرواية أنه الإنسان هو مسؤول عن خليقة يلي الله خلقها. الرواية التانية شو بتقول؟ أنه الله جبل تراب ونفخ بقلب هالتراب، ويلي أكيد نفخ الروح، معناتها أنه روح اللي هي بقلب الإنسان مصدر الله. نفس الشيء هون، أول سلالة اللي هي سلالة متى، ببلش إنجيله متى فيها. إذا منلاحظ ببلش عم بيعرف عن يسوع المسيح. صحيح. يعني هيدا شخص من وين جاي. أكيد في قصص مشتركة بين لوقا وبين متى، مثلا من الملك داود. أكيد هالسلالة هي مشتركة بين الاثنين، ولكن التعليم يلي عم بيوصله متى بيتميز شوية صغيرة عن التعليم يلي عم بيوصلنا إيه لوقا. متى لازم نفهم كتير منيح بيوصل لوين؟ لإبراهيم. ليه؟ لأنه متى عم بيتوجه لجماعة يهودية. نعم. بينما لوقا يلي هو متأثر بالقديس
بولس عم بتوجه لجميع الأمم. مشان هيك بيوصل لقبل مؤمنين متى يلي هو إبراهيم. نحن بنعرف أنه إبراهيم كان أول من سمع صوت الله وترك كل شيء، ترك أهله، ترك عشيرته ولحق صوت الله. بينما هون لوين بيوصل؟ بيوصل لآدم، من بعد آدم بيقول ابن الله. نعم. ليه آدم؟ لأنه أول شخص خلقه، أول إنسان خلقه شو كان اسمه؟ آدم. آدم. نعم. معناتها شو عم بيقول لوقا؟ عم بيقول خلاص المسيح هو خلاص لجميع البشر، لجميع الخليقة. مشان هيك عم بيرجع لآدم، عم بتوجه لكل إنسان إن كان يهودي أو وثني، يوناني أو من أي منطقة، عم بيقول له المسيح إجا لإلك، إجا كرمالي خلصك. نعم. شو الرابط بين هيدا النص وأعمال الرسل حيث كانت بداية رسالتهم أيضا؟ كتير مهم. ليه؟ لأنه أعمال الرسل، شو أعمال الرسل فعليا؟ كيف الكنيسة كفت عملها من بعد موت وقيامة الرب يسوع المسيح؟ نعم. متى، مرقس، لوقا، يوحنا بيركزوا على حياة المسيح، بينما أعمال الرسل كيف الرسل كفوا من بعد هيدا المرحلة. أكيد هم أعمال الرسل أنه شو يبين؟ أنه يبين أنه العمل اللي قام فيه المسيح ما انتهى، لأنه لو انتهى عمل المسيح معناتها نحن ما عندنا كنيسة، معناتها كنا كلنا فشلنا. نعم. أول شهادة حقيقية على قيامة الرب يسوع المسيح، أنه الرب يسوع المسيح هو ابن الله، شو هي؟ شهادة الرسل. عندنا 12 شخص، أكيد في عندنا حدا خانه، ولكن هودة الخميرة يلي بقيت كانوا مستعدين يقدموا حياتهم بس كرمال يعلنوا انه هيدا الشخص هو ابن الله. نعم. مشان هيك في عنا البيريود اورال، اول فتره ما كان عنا شيء اسمه العهد الجديد، كان عنا بس العهد القديم. القديم. نعم. شو كيف كانوا يبشروا؟ قعدت فتره المسيحيه بلا الانجيل، يعني بلا العهد الجديد. كيف كانوا يبشروا؟ كانوا يبشروا ببساطة بهالجملة: نحن جايين نبشركم بابن الله يلي هو مات، قدم ذاته كرمالنا، ولكن بعد الموت أعطانا القيامة. نعم. مشان هيك الكتاب المقدس كتب بالقلب، كتب كيف بلش؟ بلش الرسل يبشروا بالموت والقيامة، بعدين صاروا يتذكروا أنه قبل ما يموت وقبل ما يقوم عمل العشاء السري، قبل ما عمل العشاء السري كعمل عجائب، جمع تلاميذ وبعدين ولد. نعم. فإذن رسالة الرسل مرتبطة بشكل مباشر ببداية رسالة المسيح، لأنه هي بتكمل بعضها. مشان هيك نحن بنقول العمل يلي قام فيه المسيح هو ذاته عم بيكمله الرسل. مشان هيك الكنيسة هي شو بتعمل؟ بتكمل عمل المسيح. نعم. من خلال شو؟ من خلال أعمالها وأقوالها. أكيد مين يلي بيساعد الكنيسة لكي تكمل عمل المسيح؟ الروح القدس. نعم. مشان هيك احنا هلا بزمن الروح. الله من بعد القيامة رجع لعند الآب، ولكن ما انفصل عنا، بعث لنا الروح. ببداية هيدي المسيرة تبع يسوع المسيح بتشبه كتير بداية المسيرة تبع الرسل بأعمال الرسل. نعم. أبونا كيف بتفسر بسياق حديثنا يعني بيقولوا إنه الإنجيل لما كتب أيضا بيحكي عن واقعنا اليوم، يعني كيف بتفسر هيدا الموضوع؟ بطبيعة الحال ليه؟ لأنه الله مثل ما قلنا بالتأمل تكلم كل شيء باسم يسوع المسيح. يعني بنقول نحن المسيح هو الكلمة. نعم. حتى مصر. المسيح يتخطى الإنجيل. يعني في قصص حتى بالإنجيل بيقلنا في قصص المسيح تكلمها وعملها ما بتساع بكتب. يعني إذا بدنا نقعد نكتب ما في ولا كتب بساع أعمال المسيح. نعم. مشان هيك المسيح هو الكلمة، يعني كل شيء أراد الله أنه يعمله عمله بيسوع المسيح. مش هيك نحن كمسيحيين ما منقبل أي تبشير ما بعد المسيح، بمعنى كأنه عمل المسيح كان ناقصا. يعني إذا في شيء نحن بدنا نزيده نحن فينا نشرح، بس إذا أنا بدي زيد شيء على المسيح بمعنى أنه عمل المسيح كان ناقص، معناته المسيح منه ابن الله. مشان هيك البشارة هي لكل زمن. البشارة يعني عم نحكي على العهد الجديد والعهد القديم تتطبق على كل زمن، على زمننا الحالي وعلى ماضينا وعلى مستقبلنا. ليه؟ لأنه هي الكلمة اللي بتعطي الحياة. نعم. مشان هيك مش أول مرة نحن بنقطع بصعاب. أكيد. نحن فينا ناخد مثلا المجاعة بالحرب العالمية، كان جبل لبنان كله محاصر، بيقولوا في كتير من المسيحيين ماتوا بهالفترة أكيد مع إخوانهم المسلمين، ولكن
هيدي كمان كانت صعب، ما كانت آخر الأزمنة. صحيح. ورجع بعدين صار في قيامة لهيدا الوطن لبنان الكبير. نفس الشيء هلأ نحن، إذا نحن عم نقطع بصعاب مش يعني إنه كلمة الله خارجة عنا، بالعكس كلمة الله بقلب الصعاب بتعطينا رجاء، بقلب الصعاب بتعطينا الأمل. أكيد. أبونا أيضا منلاحظ بالإنجيل أنه أوقات يسوع يمكن كان عارف بأمور بدها تصير، ففينا نعتبر هيدي الأمور هي مثل تنبؤات؟ هلأ أكيد ما في شيء يخفى عن يسوع المسيح، عشان هيك نحن منقول التاريخ، سيد التاريخ هو يسوع المسيح. نعم. ولكن هيدا ما بيلغي حريتي، يعني أنا أوقات فيني أتصرف عكس إرادة يسوع المسيح، ولكن أكيد بنكون عم نختار يمكن الطريق الغلط. الطريق الغلط هلا أكيد إحنا مدعوين إنه ما نختار الطريق الغلط. أكيد إحنا نختار الطريق اللي هي مع يسوع المسيح. مش هيك شوي بالكشافة في شيء بسموه الفورش، إذا بتلاحظوا بيبقوا حاملين عصا، بس هالعصا بتجي هيك مثل النصر. صحيح. شو معناته؟ أنا بكل لحظة بحياتي مدعو أخذ خيار، يا أنا باخد بروح على اليمين مثلا يلي هو إني أنا أكون مع الله، يا أنا باخد الشمال أنه أنا ما أكون مع الله، بس ما فيني أكون مع الاثنين. بس بشكل عام الله هو سيد التاريخ. أوقات يمكن إحنا ما بنفهم ليه، منلاقي مثلا هلأ في شيء كتير كبير، شيء أكبر منا عم بصير، منلاحظ أوقات أنه حتى صلاتنا يمكن ما بتوصل لنتيجة، ولكن إذا بنثبت بيسوع المسيح بعد فترة بنفهم ليش نحنا كنا عم نقطع بكل هالفترة الصعبة. نعم. أبونا بختام لقائنا شو الكلمة اللي بتحب تختم فيها؟ إذا نحن ببساطة بدنا نتأمل بهذا النص، هذا النص في كلمة هي الكلمة الأساسية، إنه المسيح هو ابن الله. يعني إذا أنا أؤمن إنه الله أرسل ابنه كرمال يخلصني، معناتها أنا عم بشارك بحرب، عارف النتيجة سلف إنه المسيح انتصر على الصليب. نعم. مشان هيك ما في صعاب ولا في مشكلة ولا في أزمة بتعصى علي. ليه؟ لأنه مثل ما أنت كمان قلتي، المسيح هو سيد التاريخ. يعني أنا مع شخص على الأكيد لح أنتصر معه، حتى لو متت أنا معه، لأنه بعد الموت في قيامة. في قيامة. فإذا أنا مع شخص لح أنا عم بشترك بمعركة كل رابحة. الأحوال رابحة. فإذا علي شو؟ أني أثبت بيسوع المسيح، إني آمن بيسوع المسيح كإله وكابن الله وكمخلص. نعم. أبونا نحن بنشكرك لحضورك معنا اليوم. مرسي لك، ونتلاقى أكيد جماعة. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخد بريك صغير ونرجع منتابع، خليكن معنا. نلبس رضا السماء.
مكملين مشاهدينا حلقتنا لليوم، ومعنا بالاستوديو السيدة نيكول شبير رئيسة مشروع بنك التغذية اللي قامت فيه ويريز هيدي الجمعية يلي أكيد تعاونت مع الصليب الأحمر اللبناني. من حوالي 3 أشهر كانت معنا السيدة شبير تتخبرنا عن هالمشروع الإنقاذي، واللي للأسف كبرت حاجتنا له. المشروع تنفذ وتم افتتاح السوبر ماركت اللي هو اليوم مصدر غذائي كبير لكتار من الأشخاص. رح نناقش إذن هالموضوع مع السيدة شبير. أهلا وسهلا فيك مرة تانية معنا بالاستوديو. مرسي مدام شبير. أكيد أول شيء خلينا نذكر المشاهدين بمشروع بنك التغذية بشكل عام. مشروع بنك التغذية انفتح سوبر ماركت لكل العالم اللي بالحاجة، بيجوا بنقوا هني شو بدهم، شو عايزين. في كتير اشياء للولاد، كتير ركزنا على الولاد، على حاجات الولاد، على الاشياء الاهل مش قادرين يشتروها، اللي ما صار لهم زمان مش فاتين على سوبر ماركت. بيجوا بيختاروا اللي بدهم. طبعا هذه المبادرة تمت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني. شو كانت نتيجة هذا التعاون؟ كنت أول شيء ببعت لهم تحياتي، أنه مرسي كتير أنه استقبلونا، وعم نعمل شغل كتير منيح، وعم نستقبل كتير كتير عالم، كتير حاطين إيدنا بإيدهم، و عم نمشي على الطريق المضبوطة اللي نساعد العالم فيها. نعم، كيف كانت الأصداء بالمنطقة المحيطة بالسوبر ماركت؟ كيف كانت ردة فعل الناس؟ للناس أول شيء ما فهموا كيف، وقتها فاتوا وتعرفوا على السوبر ماركت، تعرفوا كيف بياخدوا هولي، كتير انبسطوا، إنه تنيهم شوية روحية، إنه فيهم ينقوا أمل، وكتير عالم هي وظاهرة تشكرنا، وإنه قدروا نقوا، هي أهم شيء التنقية. نعم، بالنسبة للمواد الغذائية الموجودة كيف عم تقدروا تأمنوها اليوم بهذه الظروف الصعبة؟ عم نجرب نشوف كيف فينا نكبر، نحط كذا مرة أشياء جديدة ونزيد على الكميات، وهيدا عم نلاقي صعوبة، بس عم ننجبر نضلنا نفتش ونشتري كل شيء لبناني قد ما فينا لبناني، تنشجع الصناعة اللبنانية. حلو. وشوف فينا نكبر ونحط ايتمز. نعم، نحن هلا عم نشوف على الشاشة المواد الغذائية الموجودة داخل السوبر ماركت. يعني مدام شبير خبرينا كيف عم تتغير الكميات، هل عم تختلف مع الوقت؟ الكميات عم تكبر. نعم.
وكل شهر نحن منزيد اشياء جديده ونشوف كمان شو طلباتهم للعالم. صحيح. شو عايزين شو اللي ناقصهم. منجرب شهر اللي بعده وقت يجوا تاني مره يقدروا يلاقون ونأمنهم. نعم، يعني بين البدايه واليوم شو كان الفرق؟ هل لاحظتوا زياده حاجه الناس اكثر؟ كثير العالم كثير كثير بحاجه وبيتلفنوا لك و يعني بفسروا لك وضعهم وما فيك ما تساعديهم وما فيك ما تقولي لهم تفضلوا. اكيد انتم بدوركم اكيد مع قساوه هالظروف اللي عم نعيشها واللي للاسف عم تكبر يوم عن يوم، انتم لشو بحاجه تستمروا وتتامنوا هالغذاء لاكبر عدد من الاشخاص؟ نحن بحاجه انه كل شخص بيقدر يساعدنا يعمل دونيشن ان كانت مبلغ صغير او مبلغ كبير. كتير بيفيدنا لإلنا وفينا نكبر العدد وبسرعة أكتر. نعم. مشان لأن كمية العالم كتير 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 كبيرة. كتير كتير منتلقى كل يوم كذا تليفون ومنقول لهم بدكم تكونوا شوية باسيون معنا تنقدر تأمنوا لهم احتياجاتهم. الوقت يجوا كمان في الكورونا ما فينا نفوت كتير عالم فرد ضرب. نعم. عم تاخذوا احتياطاتكم بالنسبة لهالموضوع؟ والعالم عم تتفهمها انه مثلا بيكونوا بيعطي لنا صار لهم زمان بنقول له انه ما فينا نفوت غير هالقد عدد اشخاص. نعم. خلينا نذكر المشاهدين بكيفية التواصل معكم للتبرع او المساعدة. يا على رقم التليفون. نعم. تبع الجمعية يا ما على الإيميل إذا حدا بحب يتواصل. نعم، نحن عم نشوفهم على الشاشة. طبعا أي شخص حابب أنه يتبرع أو يساعد بيقدر يتواصل مع الجمعية من خلال رقم التليفون أو الإيميل. مدام شبير، شو الصعوبات يلي عم بتواجهوها اليوم لتأمين المواد الغذائية إن كان من الناحية المادية وإن كان من ناحية المواصلات؟ الناحية المادية كل يوم بعد يوم بيفرق السعر، كل يوم بعد يوم بيفرق السعر. نعم. يعني عم ننجبر نضلنا أبديت ونجرب نشوف كيف فينا نشتري. نعم. أرخص سعر ويقدروا يساعدونا سبلاير، بس وضعهم كمان يعني اليوم بالنسبة المتطوعين أو المتبرعين. إيه. بالنسبة للمواصلات نحن إذا ما في سبلاير جبلنا لأن الوضع وهيدا نحن منروح ما منخلي هالشي يكون عائق. نعم. مزبوط. هل في حدود للشخص أنه يشتري أو فتحين مجال أنه يأخذ أغراض قد ما بده؟ نحن السيستم تبعنا على النقط. نعم. حسب كبر العائلة وحسب كم شخص بتحوي العائلة كله على النقط. ما في أرقام مصاري، كلها يعني نقط. كل ما كبرت العائلة كل ما عنده نقط بكمية زيادة. أكبر. مزبوط. نعم. بيفيهم ينقوا كمية أكبر بس في يعني في برام للعيال. نعم. كنا عم نحكي تحت الهواء انه العدد كبر، بلشتوا صفر ولوين وصلتوا؟ 250 عائلة بشهر. بشهر واحد؟ شهر واحد. بتتوقعوا تزيد الحاجة أكتر؟ اللي عم يتبين ايه والطلبات اللي عم تجينا ايه. للأسف. للأسف. كم شخص اليوم عم يشتغل على الأرض؟ هل الفريق عم يكبر؟ فريقنا عم يكبر، في ديجا 10 أشخاص بيشتغلوا معنا وفي فولونتير كتير بيجوا بيساعدوا خصوصا وقت نهار بنفتح تيستقبلوا العالم يفسروا لهم يساعدوهم بالمشتريات تبعولهم يوجهون. نعم. وفي كتير كتير بحبوا يساعدوا عم يجوا يساعدوا. نعم. خلينا نذكر المشاهدين ب مش رح نقول شروط، يمكن شو المطلوب من الشخص كرمال يحصل على هيدا المساعده؟ بيتصل عنا على الرقم. نعم. ونحن بيبعث لنا تذكرته وكم شخص بالبيت معه واعمار الاولاد، هي اهم شيء. نعم. وادريسه ونحن بنرجع بنتواصل معه. وفي مساعده الكرواروج. نعم. بتروح بتزورون، بس قبل في كمان نحن بنكون عملنا فلتراج على هالشيء. نعم. مدام شبير، رغم كل اشكال الحاجه يلي بنصادفها بحياتنا اليوميه للاسف، قد ايه الحاجه للمواد الغذائيه بحد ذاتها هي شغله صعبه؟ قد ايه بتحسوا بمسؤوليه؟
عندنا مسؤولية تجاه العالم إنهم يأكلوا ما يكونوا جوعانين. هذا شيء بيشجعكم يمكن إنه تشتغلوا أكثر. نشتغل أكثر وخصوصاً وقت منشوفهم هني إنه لازم هو في يجيبون هو في يأخذون. يعني اجتنا بنت مع أمها قالت لها ماما كيف بدنا ندفع هول الأغراض اللي نقيتيهم؟ هيدا بتفرح لك القلب انه حامل اغراضها وظاهره. نعم، هل شعرتوا للحظه بالاستسلام كفريق عمل عم بيلمس هالقد حاجه الناس عن قرب؟ بالعكس بالعكس ما بنستسلم، بالعكس عم يكبر الافور تبعنا. نعم مدام نيكول، بدي اقول لك الله يوفقكم. ميرسي كثير. والعمل اللي عم بتقوموا فيه كثير حلو اكيد. وان شاء الله بنوصل لوقت ما بيكون في ولا محتاج. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك. ميرسي بوكو. مشاهدينا، نحن وصلنا لختام حلقتنا، انطرونا بحلقة جديدة. إلى اللقاء. لأنه ما بدنا حدا يجوع، ولأنه أساس عملنا نكون حد كل محتاج. فيكن تتواصلوا معنا من خلال مركزنا الرئيسي أو أقاليمنا المنتشرة بكل لبنان. قسم الشؤون الاجتماعية بكاريتاس بيقيم الوضع الاجتماعي وفقاً لمعايير اختيار معتمدة بكاريتاس، وبعدها بيتم التواصل مع المستفيد لتأمين المساعدة. كلنا إيد بإيد نتخطى المراحل الصعبة.